المقالب اللي سبق وشفناها بنرجع نتذكر سوا لما زميلنا وزميلتنا طلبوا من العالم على الطريق انه ياخذوا لهم صوره تذكاريه بمكنه الحلاقه ومش الحال مدري كيف تذكرتوا. على كل حال نرجع بنشوفه سوا. في مجال بس تصورني بهيدي؟ ما بدها شيء، يعني وقتها تفتحها انت بدك بس تفتحها ليبين معك البيزار هون، بتصير بتصورني مثلا من هون، عرفت علي كيف؟ اي وقتها انت تفتحها في لها فلاشر، في لها الفقسه هون شفتها هيدي بس تفتحها بضوي الفلاشر ساعتها بتدور هي، انت بتحلق تمام بتصير يعني كثير كثير منيح. وبس وقع روح لهونيك بتفقس على مول معروف. خليك هون، يلا. بدك شوف مفتوحة عليك؟ ايه ايه افتحها. برما برما هيك من جوا هي هيك كيف بدي ابرم لك اياها بس قل لي كيف بدي لحظه هيدي هلا وقتها بس يضوي الفلاش بده ليضوي الفلاش لازم تكون فتحتها دغري هلا انت افتحها برما ترق لتصير ترجع جالسه من ثاني ميل وبتفقس بتطلع مطرح ما في ضوء وين هيدي؟ تا انت عم انت وين الفاز؟ لا برما افتحها بس تفتحها بتبين يعني ايوه برما كلها هلا كلهم واقفين استاذ هيدي هيك هيك كيف هيك ها؟ ايه وافتحها وجلسها و هيك؟ ايه برمى كلها بعد برمى كلها لا 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 بالعكس كلها 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 لترجع تسكر من ثاني مال ايوه طلع وين في ضوء؟ وين مبين الهيدا؟ ولا مبين ولا شيء ايوه يلا ماني شايف ضوء ولا مش شايف نضحك هيك منيح هيك؟ ما في شيء ايه برمى ايوه لا من وين في ضوء عن جنب؟ ايوه لا برما هيك ايوه شفتها لا ثاني ميل ثاني ميل شفتها؟ ايه فوز عباس؟ اه لحظة لحظة لك انا اعطيك مكانة الحلاقة لا عفوا ما تاخذني لحظة تعطيك الكاميرا لحظة استاذة عم بمزح معك ولا يا اخي الكاميرا الخفية عم بمزح معك بس سمح لي توقفي انت هون وانا بوقف هون انا وياها لانه بده يكون فايق يعني حضرتك بتوقفي هون بتصورينا وانا ودوازين بنكون واقفين هون بدك اشعتكم ما هيك؟ ايه بدك تقربي هيك بس كيف بدي اشعتكم؟ بالكاميرا واذا ما اشعتكم كيف بدي صورتكم؟ على العميانة ها؟ على العميانة انه بس ما بنطلع يعني باينين؟ ما شايفين وطي الكاميرا شوي تحت عيونك شايفتينا هيك؟ شايفتينا هيك؟ لحظة طنط لحظة طنط شايفتينا من فوق الكاميرا طلعي وطي الكاميرا شوي هيك شايفتينا؟ ما بده يبين وجهكم مش مبين شيء بس هيك شايفتينا حضرتك؟ كيف؟ هيك لا وطي الكاميرا شوي، ايه هيك شايفتينا؟ هيك شايفتكم ايه عليها شوي فوق عيونك ايه بعد 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 لتشوفينا بعد فوق عيونك بعد طنط عليها لفوق لفوق شايفتينا هلا من تحت الكاميرا؟ ايه ايه يلا هلا هلا بس صورتكم ايه مهم انت تكوني شايفتينا هيدي على الذبذبات ضوئية على الذبذبات الضوئية بتمشي هيك يلا صورتي اطن بدك تفتحيها بعد ما فتحتيها ليه بدي افتحها ما بعرف ماني مصوره ايه بتطلع بعد ماني مصوره في ما بعرف بتطلعي بال بدك تبسها من هون ايه كيف بدك تبسها هيك ولا هيك؟ ايه هيك لا تدور ها؟ ايه طوالي ولا ايه طوالي كبس كبس طنط ايه بينت بينت البوسه بيانة البوسة هون توقف لحالة؟ لا بدك انت ترجع توقفيها وقفيها وقفيها هيك وقفتها بدك توقفيها هيك كيف هيك؟ وقفيها هيك لا توقف بدك توقفيها يعني برمي الكاميرا هيك بالطول هيك؟ لا بالطول بالطول هيك هيك؟ يعني هيك هيك بس بالعكس تحت لفوق 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 بعد ايدك اليمين لفوق يعني هيك؟ ايه هلا افقسيها هيني بالطول او بالعرض
لا مبينين بالعرض. ايه بس ما تبيني معنا شيء هون. لا لا بس انت مبينين. لا طالت هيك عملي معروف. يعني لتطلع الصورة طويلة. ايه؟ ايه هيك هيك لو انجل. ايه ايه ايه. او بقول لك برمي انت راسك هيك وهي بتاخذ عنك هيك. راسك هيك هون هيك. هيك منيح. ايه هيك. بيني البوصة؟ هلا مشي يلا. ايه يلا. واحد اثنين ثلاثة. خلاص؟ لا كانت لحظة. ما دورت هيك كانت دايرة؟ ما دورتها؟ هي ما كانت لحلاقة؟ هي ما كانت لحلاقة؟ كيف مرتين هاي ما كانت تصوير؟ كانت لحلاقة صار لي ساعة أنا صاري عطيتك هيدا يا الله معلش يلا طب هيدي شو هيدي؟ هيدي تبع التصوير طبعا تعملي معروف افتحيها هيك بس بتزيح بليز شوي من الشمس ايه افتحيها كيف بدي افتحها؟ بدك تطلعي من النص علي ايه وفقسي عن جنب في ثلاث فقسات ما بدي ما بدي ثلاث فقسات ما في شيء؟ ما بيناشع فيها شيء كتر ما بعرف ما هيدا السلولار اللي انا لحظة شوي بعطيك شيء معلي سوري يعني ما هيدا خلص هلا يلا هلا هلا تعلي هي بعدين تعلي هي يعني اذا بتعرف صورة منهم مش مظبوطة مش مظبوطة لا ما بيكون منك ايه اذا طلعت صورة مش مظبوطة ما بيكون منك بيكون من الكاميرا من مكان تحكي بنين عضلاتك؟ ايه معلوم؟ ايه خلاص كبست الزر خلاص؟ هلا؟ ايه بنين عظيم يلا صورت؟ عبت كيف بتصور كيف بعرف انا صورت؟ طب ما عم تصور ما عم يطلع فلاش ايه انا كانت حلاقة صار بس سوري وحياة يا الله معقول انا كيف انا كمان نعمت منيح؟ والله بدك تجربها اذا بتشتغل على بعض مالي بس بهيدي ثاني كيف؟ افتحيها افتحيها افتحي الكاميرا افتحيها هيدا كيف بتبقى معه؟ ايه 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 هيدا سلولار ايه سلولار بصور؟ ايه ما بصور؟ لا مش هيدا اللي بده يصور كاميرا خفيه عم افتحها كلها عم كلها كلها ايه لا تسكر ايوه جلس تمك عم تمك قلوة اذا بدك طول انا مرتاح ايه يلا اندو خلاص يلا بري بري اكتبرا 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 طالع البرا معك منيح بري بري اكتبرا 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 اوعى دخيلك هي لبي لامريكا ايه وين بدك تطلعي قلت لي؟ من هون ايوه ايه بس شيلي اصبعك من قدامها لا لا حتى اصبعك ايه عليها شوي عليها شوي ايه هيك شايفينها؟ شايفتكم بس انت من العوينات يمكن مش شايفه من معلش هلا حدا ما في عدسه هون ايه هون ما في العدسه لا ما هن شايلين العدسه عم حاطين حمصه محلها هيدا الموديل الجديد هيدا سلولار ايه بس بصور لا بلا لا. عن جد بتصور هيدا عن جد بتصور قبل مرة انا مصوره كيف على التلفزيون كاميرا خفية البروجرام رحت عليك يا وينه بنروح معك كنا ايه لا وين بدك تطلعي ايه؟ شو بعرفني من تحت من تحت من جوا من جوا ايوه شفتيها وين هيك منقورة وين منقورة الفتحة اللي فيها ايه ايه بدك تطلعي فيها انت وين الفتحة؟ فوق اصبعك على اصبعك على اصبعك ايوه ايه 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 وين بدي اكون؟ لا انت بدي فيها زول لازم لفوق ايوه ايه وين بدي اكون؟ بدي فقس الخضرا ايه ليش ما حطيت؟ هيدي من جديد والله ما في بين الكاميرا خلاص بين الكاميرا ما في لا كاميرا ولا شيء هيك 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 لك يا ابن الحق اي ما كنت حلاقه روح بقى في دوايره هون شو هي مكان تحلاقه صايره وين كاميرا؟ لا هي اعطيتني مكان تحلاقه عن جد طبعا بنمزح معك الكاميرا خفية وبهم رحت عليك على الام تي في سيا وينها جوا المقلب اللي بدنا نشوفه هلا كثير مهضوم بس قبل في عنا وقفه صغيره مع الاعلان
من المقالب اللي سبق وشفناها تعالوا نتذكر سوا لما طلبنا من الناس انه يهدوا لنا كرتونه بيضاء قدام الكاميرا تنظبط الالوان، وطلع انه كاتبينوا عليها جمل غير شكل وتبين كانه هن رافعين هالجمل تيقروها الناس اللي عطل. هيدي هيك وهيدي هون، ما تخلي اصابعك يبينوا، بدي ظبط الوان الكاميرا يعني بدي اخذ وايد بالانس. اوكي هيك بسيها بهي ما عليه ما بيأثر. اوكي بدي على الأبيض بس بليز من شان الخيال وقفي وراها ما تقربي قدامها. اوكي بس اعطيني ورقتين الي بدي. اوكي بس اكبسيهم هيك وراء ما تخليهم يتحركوا، اذا ما رح حدا بتعرفيهم قولي له هيدا. بس ثانيه ما تعمليها ولا هيك ولا هيك، خليها هيك. ما راحت عليك؟ شو راحت علي؟ كاميرا صفية. عريس؟ اكتب عليا بدك عريس؟ طالع كأنه بدك عريس، لازم نحط لك عروس. ليه عطيتك ألف؟ ما عليك. بقول لك ليه؟ ليه؟ طلع بالورقة من ثاني مرة. فكرتك عم تشحط. لك لا. رحت عليك. بسيطة. هي كاميرا صفية عم تصور كمان هذا غير المقلب اللي عم فيه. عملت لي مقلب. قال لي طيب عملت لي مقلب. بدي ظبط ألوان الكاميرا بس توقفي وراها من الخيال، بليز بس امسكيها من هون. اوكي بدي اسمها سافي بس وبدي ظبط الوان الكاميرا لانه الابيض اكثر شيء لون فاتح، بس اعطيني ورقتين هدي لي ما تجي قدامها مشان الشادو يعني بس تعطيني اول ورقه. اوكي هديها هيك بس ما تقربيها ولا لقدام ولا لورا ولا شيء، خليها بعيده عنك ولا تبرميها ولا هيك ولا هيك، بس دقيقتين ما تحركيها، اذا ما رح حدا بتعرفي ما تقولي له هاي بتهز، ممنوع تهز. بدك عريس؟ بدي روح على شغلي. سوري تأخرت على شغلي سوري. ايه؟ تأخرت على شغلي سوري. بتعرف شو كان بدي؟ شو كان بدي؟ رحت عليك الكاميرا خفية عم أنا عريس إذا بدي. عريس؟ عم نفتش على عريس؟ خلاص؟ نعم؟ ايه؟ ايه؟ ما انتبهت. رحت عليك. اوكي هلا هلا بدك تلحقي عرسان عمي. قبل ما نتابع سوا مع مقالب جديده في عنا وقفه اعلانيه صغيره ومنتابع من بعدها.
من المقالب اللي سبق وشفناها تعالوا نتذكر سوا لما ميشيل صار يقرص اللي مارقين على الطريق بالشكل انه يفكروا انه الكلب عضن، لانه كنا حاطين كلب صغير على الطريق مطرح ما مارقين. هلا اكيد رح تتذكروا. قليل ما تعض بعدين طعمه. لا يعني اذا ما مطعمه شو بتعملي يعني؟ ما كشي يا عالم. انا كنت بعض بفوش الكلب شو بتعمل كاميرا فوق. رحت عليك بعده معكم، وهلا بنتوقف مع صفحة إعلانية صغيرة وبنرجع لكم من بعدها. من المقالب اللي سبق وشفناها لما يطلع زميلنا على الباص ويدوخ لأنه معه مرض الخوف من الباص، وهالمرض اسمه مريض الباص مثل مريض الطيارة أو الباخرة. وبتعرفوا الواحد لما يدوخ شو بحس حاله؟ إنه بده. تعالوا نتذكر سوا هالمقلب المهضوم. ما بعرف شو بصير لك المرة يا زلمة، بس أطلع باص عندي مال دو بيوس هيقتل، ما بيقولوا له مال دولار تبع الطيارة، مال دو باتو. يا
انا عم بشوش نفسي عم بتشوش ماي ماي حلوه كان على وحده عرفت كيف؟ ايه ماي سكر يعني ماي حلوه ماي عاده بيمشي الحال بيقولوا نفسي جيشه او شيشه شيشه او جيشه نفسي شيشه او جيشه انت شو بتقول اذا نفسك جيشه او شيشه شيشه بدي اوصل على الباب بدي راجع راجع بدي اطلع على الطريق لا بدي راجع على درسي بكره عندي فحص ايه بدي راجع علي لا بدي راجع بالبيت عندي 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 مادتين بعد لبكره هون ما في هوا خلينا الباب مفتوح قول له في هاي هون في شباك هذا هون شباك هذا ما بيفتح مفتوح ايه يا وينه ايه ليه لعيت نفسك شوب على شوب او لا يومين ثلاثة معك كيس نايلون عم معك كيس صوبيا وعندي بيوس صوبيا فوبيا دغري بدوخ بلش بدي استفرغ معك كيس نايلون ابعد عني واجد مقالبنا لليلة خلصوا بس أفكارنا وتحدياتنا بعدن كتار لقونا بعد جمعة وشوفوا شو معقول تكون الكاميرا الخفية تصيدت لكم باي وشفناها تعالوا نتذكر سوا هالمقلب المهضوم لما زميلنا صار يطلب من شوفريت التاكسي اللي كانوا يغلطوا ويفكروا انه زبون لقطة كانوا ينقذوا من كيس البطاطا اللي من المفروض انه يوصلوا ليش ينقذوا؟ لانه كان يتحرك يعني ما كان في بطاطا كان في زلمة بس عندك على المنارة على البحر قد ايه ما بدي اطلع حدا ما قد ايه 5 ركاب بس افتح لي الصندوق ابو نارو يا بركه في معه شيء منيح منيح بس ما في حدا خلص يلا بسرعه بدك تروح لمين معروف حط ايدك معنا اتركني يا خيي يلا يلا شي حطيت من المعروف بتكبوا على البحر لا سامع اتركني من المعروف بطاطا بطاطا هي اتركني يا خيي بطاطا
قد ايه بدك؟ خمس ركاب؟ لا لا 10 دخيلك بس شيلني من هون. قد ايه بدك؟ عمول معروف بترجاك ما تضيع لي وقت. هلا بيوصلوا عمول معروف بيوصلوا جماعه بتعمل لي قصه. بنروح نحن وياك. هاي 10000 بدل 5 نزل كبوا على البحر. شوف شو بدك تعمل، تصرف. يلا يلا روحوا. لا 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 انت نزل فلتو فلتو تحت دخيلك. دخيل عرضك دخيل يا عم. انت عرضك بيت عندي خمس اولاد يا عم. يا خيي انا عندي ست اولاد. عمول معروف لا لا عندي ست اولاد كل يوم بصيروا على المدرسه. يا عمي نازل يا عمي ليش؟ يا زلمه هلا بيصورونا. خيي ناس يا خيي هلا بتطلع صورتنا على التلفزيون على الكاميرا الخفيه. خلص يا عمي بروجرام راحت عليك على الام تي في عمول معروف. خلص هلا بنطلع على الكاميرا الخفيه نحن وياك عم نمزح معك. صدقت انه بدنا نفتح للزلمه الخفيه. دخيل عرضك يا عمي. هيدي مسحه بروجرام راحت عليك الكاميرا الخفيه. شفت الكاميرا وين حطيتها؟ كلها بايظه. ايه بس تخرب لي بيتي. كلها بايظه الكاميرا بس. ايه ايه خلص وقفنا تاكسي رح نبعث. ما في ما في حدا. عندنا خلص الصندوق معك بساع. يلا اشقله 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 اشقله. بس قد ايه بتريد كمان؟ لا خي لا تعال 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 قال لك معلم معلم بطلع لك اياها السيجاره. لا يا حبيبي ليه ما بتطلع؟ لا بطلع ليه ما بتطلع؟ بكبوا على البحر معلم على البحر. يا معلم ليه عم تعمل هيك؟ يا عيني لا يا عمي شو فيه؟ لك شو بدك؟ يا خيي هو ما بحب يقعد. يا عيني لا لا يا معلم جبناه عن الشنطه. روح يا عمي روح جبناه عن المطار بالشنطه ما فينا ناخذه غير شغله عم نمزح معك. وراك الكاميرا معك مطرح بالصندوق. قد ايه كم راكب بدك من هون على المناره؟ ايه شو معك؟ كيس بطاطا. كيس بطاطا؟ ايه كيس. بدي انزله بدي اخده لتحت على البحر يعني حد مكب على البحر. طعميني بطاطا. طعميك بطاطا اصلا ما بدنا اياه يعني بساعه هون. ايه قد ايه بدك كم شخص؟ ايه خمس اشخاص ما بتنزل حدا يعني معك كومبلي سياره ممكن تخدمها لانه كثير مهم بدي كبه تحت عمو معروف ما بدي. بس تحط ايدك معنا عم عمو معروف. لا حبيبي لا ما بدي يا عمي ما بدي يا عمي تعلم عم هيدا قصته رحزة شو عم لا حبيبي عم الله يخليك عم الله يخليك الله يخليك عم بلاش شغله بلاش لحظة شوي عم عم تعمل قصة يصير مشكل عم مش رح يصير مشكل بس هيدا بيو جابه معنا شغيل عم نعمل معه منيح وبنشغله بدنا نكبه بالبحر لأنه المثل بيقول عمول منيح وكب البحر ما بعملها هالشغلة بدنا نكبه بالبحر ما بعملها هالشغلة عم لا خيي ما بعملها هالشغلة أنا يا عم شو بتعمل خيي ما بعملها هالشغلة الله يرضى عليك سفل منك لحالك هلا ما بعمل هالشغلة ما بتعمل منيح؟ لا ما بعمل منيح معمول منيح وكب البحر لا يا البحر. خيي لا يا خيي عم بنكبه بالبحر ونحن لو بتعطيني ملايين من الليرات ما بعمل هالشغلة نعطيك دولارات لا خيي لا نزلوا نزلوا الله يخليك نزلوا بيو انا ما بعرف لا بيو لا يتعلم بدي اعلمه بس ما بعرف لا بيو ولا امه الله يرضى عليك جأمر يا خيي ما بعرف ويجاوب المعلم تبعه انا ما بعرف ما خص عم بكره بتشوفوا منظر ما بعرف انا ما خصني بكره بتشوف منظره يا خيي ما خصني الله يرضى عليك ما خصني لا ما خصني تعال نزلوا 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 انت ماشي بدك تساعدنا انت نزلوا انا ما خصني ما بدنا نبين على التلفزيون على الكاميرا الخفيه نحن وياك ما خصني بدنا ننزل نحن وياك ونبين على الكاميرا الخفيه على التلفزيون عم ننزله نحن وياك هلا الكاميرا لم الدنيا عليك او انت رح ننزل عم لك الكاميرا وينها شفتها فوق ما بعرف عم نمزح معك يا الكاميرا بس شفتها؟ سمحنا شو قول معنا معلم بس حط ايدك يلا شو قول لك عمول معروف ما بدي يلا ولا كلمة ولا كلمة سكرها قد ايه بدك 10 ركاب يا خيي 100 شوف شوف شو حدا اجوا وصلوا وقع يا معلم لا تعمل هيك هلا وصلنا الدنيا هيا بوليس وقع البوليس بوليس وقع نص ما بدنا بوليس دخيلك يا معلم بدك تجي تخبي بيتي يا معلم بدي اخرب لك بيتي اعطيك 10000 دولار 10000 دولار لك لا ايه من هون زعل على المنارة دخيل عم يعيطوا لنا البوليس لمين اعطيت الكاميرا الخفية باول قاضي قبل ما نحضر سوا المقلب الثاني في عنا وقفة إعلانية صغيرة
من المقالب اللي سبق وشفناها برحت عليك منتذكر سوا هلأ لما فريق العمل جهز زمور وهمي حد إشارة السير، وصاروا السيارات اللي يوقفوا على الإشارة يسمعوا زمور ويفكروا إنه اللي وراهن عم بزمر. تعالوا نتذكروا سوا. شبيك عم زمر ليه عم زمر الزمور؟ ايه؟ مين انت لك؟ ليه عم زمر الزراعتنا؟ شو وين عايش بلبنان؟ يا خي انا اسمع لك زمور طوشني لساعة قدامك شو بك؟ طوشنا انا وين هو؟ مين اللي ورا؟ مين اللي ورا؟ ما بزمر اللي ورا؟ زمر شو؟ ليه عم زمر؟ هو اللي عم بزمر خيي لحظة ايه؟ خيي طوشونا عم تزمروا بنتم تقطعوا ما عم زمر اللي ورا عم زمر على الإشارة أنا إشارة خيي أنا اسمي إشارة بيك خيي معشكل لا ما بدي أعمل مشكلة بس طوشتني شو وين عايشين بلبنان؟ ما إحنا لبنانية كنا آه لبنانة؟ إيه ما ليش ما عم بزمر؟ إشارتنا لبنانة أصيلة مسيون مشان اللي عم زمر مين لك ايه؟ زمر لك ما هو ما؟ من قوة يعني بكون انا؟ طب انه زمور مين هيدا؟ من هون طالع زمور، زمر يا شو؟ يعني معقول بكل شيء يعني عن جد يعني انا شوب وهذا وانت نازل زمور انا زمرت فكرك انا اللي زمرت طب زمر يا شو؟ تو هذا وانا حافظه حفظته ما طوشني لانه بدأ عم مزح معي الكاميرا هون خفية ما أنا مش عم زمر لك تفهم عربي مش عم زمر لك مين عم زمر لك؟ زمر لشو؟ حو هذا زمو خي هذا أنا؟ زمر لشو؟ عم بقول لك مش أنا بحياتك مش أنا ما بقى تزمر لأن الكاميرا عم تصورك يا خي مش أنا بدنا ننام أنا شوي خفف الزمامير شو بده ينام وأنا بدي لأنه أنا امبارح واقف بالسيارة وشو عم طوشني مش أنا عم زمر أنا بيتي بالأول قول له انا مش طلعت على الثاني بعدني سير انا ليش ما هذا هو زمر اذا بتريد اذا بتريد فز فز ما فوق فز ما فوق فز انا يا عم فز ما فوق يا عم فز اشاره حمراء طيب تفضل انا عم زمر علي ايدك شوي علي ايدك شوف هلا شيل ايدك عنك ما معروف شيل ايدك عنك شيل ايدك قالك مين عم بيزمر؟ لا زمر خفيف مدام زمور طوشني يعني كيف مش زمورك؟ ولا مش انت وراي؟ ايه ما يا مدام يا مدام انه الاشاره حمراء يا عمي معلم انه الاشاره حمراء مدام بدنا ننام عملي معروف يعني زي ما بدي ينام وانا بدي اروح على شغلي وشو بيعد انا بقطع ما بعرف مين عم بزمر بس في زمور هلا لا فايدك شو فايدك فايدك مدام عم زمر شيلي ايدك طيب ما تعصبي كثير لانه كاميرا هونيك كاميرا خفيه عم صور شو بك يا زلمه شو بك؟ ما السير مسك ما حول اشاره حمراء قرقعت لي راسي انا ما عم زمر مين عم زمر ما انت وراي طيب ما عم بقول مشكلة خفف شوي زمير مالي قرقعت لي راسي يا مين اللي عم بزمر؟ خيي ما انت وراي مش انت وراي هيدا زمور هيك زمور ليك مزعج 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 ما في واحد يتحمله يعني لك يا عمي مش انا اللي مزمر مين السيارة؟
ولا؟ معلي مسيو انه طب قاعدين نحن على الاشاره ومشاورين عندي بحيات عرضك هيدي السياره من زمورة حل عنا عم بالله مين اللي عم زمير يا خي مين اللي عم زمير اشاره حمراء طير من فوق مالك ياك انت تعال لك تعال لا مالي 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 بعرفك انت شو قالنا كاميرا خفيفه الا باي بس الكاميرا الا باي بعدين ليك اذا مزمر كثير طلعك على الكاميرا خفيف لا يا خي مش عم مزمر بلعم انا طلعك على الكاميرا وحيات وغير مش عم انا شفتك بالكاميرا يا خي انا علي ايدك الكاميرا هون علي ايدك كاميرا شفت هذا شفت هذا مور مين هذا الكاميرا الخفية عم بتصورك كاميرا خفية عم بتصورك هلا مين هلا مين قل لي بشرف يا خي مين مش انت يا زلمه طوشنا مش انا عم بزمر طوشنا عم تمزحوا لا عم تمزح طوشنا عم تمزح كاميرا هونيك عم تصورك كاميرا خفيه عم تصورك هونيك بس بليز ما بقى تزمر بليز بعد زمر من هلا ورا كنت مختوني ما بيلعب بزمر وفي اعلانيه صغيره بنرجع بننتبه من بعدها رح تليك خليكن معنا من المقالب اللي سبق وشفناها تعالوا نتذكر سوا لما ميشيل عمل حاله انه عامل عمليه بعينه وقاعد على شازولانت وحاطين له مصل وبتطلب اخته من العالم انه يهدوا له المصل وينطروها شوي هلا بترجع وبغيبتها بيقوم ميشيل بكرز الكريزة العجيبة شوفوا ولو إذا بتعم تعملي معروف حدا بس بهدي لي لحظة بس تجيب السيارة طالع من العملية لحظة بس مرسي كلك ذوق شوف يا خلال داخل الله ها؟ اللي علم الشمس انت معقولة أنا في الشياك شو معك ما بيسوالي الفاي ما بيسوى لي الفاي والله عشان عين شو عامل ماي زرقاء؟ عيني يا عيني ماي زرقاء عامل؟ لا أورانج مين اللي عامل لك؟ دكتور شناوي شناوي؟ شناوي كمال شناوي؟ في الدكتور دنيا كمان شاطر بس انا ما كان دكتور هون شناوي بعد خيو لانه هلا مسافر عنده مؤتمر على طول بسافر هون بس كثير منيح بس خيو منيح خيو مستشفى هي انه مهندس بس مش الحال انه زبطه هون مستشفى اختصاصي هيدي اقوى مستشفى هون عم بتنقط عام عم في وحده هون ازازه بتضلها تك جوا جوا تك تك يا ام سليمة عرفتها؟ جوزك وين كان؟ ايه كفية بتعرفها؟ جوزك كان بالحقلة عم بيحوش لي بقلة وانت رحتي قولي مع مين وشك تك يا ام سليمة لشو خايف يا عمي ما تخاف؟ يهي يهي دعمل فاش عايتوا له لاش المرضى عملوا معروف عايتوا له لاش المرضى عمهلك عمهلك يهي غنيلي غنيلي خد 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 يلا 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 اجت اجت غني 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 وخد يا غني يا قلبي غني 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 شوي شوي غني غني يا قلبي غني شفتوا هاي صفلت معقول؟ عيطوا له حدا يعيط لحدا شو بيش عادلوا عن الطريق لا جلسوا 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 في شي تحت بلش ينشف تمي يا عم يا عيني ينشف تمك يا عيني يا عيني ما الله مخلوقة قطع وحدة قبل شوي يا عيني يا عيني ما الله من ايش بيعملون مش عم بتنقط من تنقط هاي ما عم بقدر احكي بقى هاي من تنقط مش قادر بقى احكي عم ليش مش عم تحكي ما بقى ايش معي يونت
ولك شو بك يا عمي؟ وين النهاية حكي نوار؟ وين راح تخطر؟ أجيب السيارة من الفي. من البيت؟ من الفي. وبلا بتلف وحرام بستشمي الشمس. نعم بلا لازم لي شمس. والله وعلم. مشان ايه معنا أورانج لازم الالترا فيولي يفوت الأشعة. عم بيطلع دم من إيده؟ روق شوي. لا. لا 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 مش عم يطلع شيء. مش عم يطلع شيء. أنا حكيت لك إيه هلا رح يجي. رح يجي رح يجي ولحظة. عم هيديك التاني أخطر طقم كم مرة تحدوا عيد بإنه صار دقيق. رخيله رخيله شوي إيه من تحت. اتركه اتركه هيدا اتركه لك يا عمي روح شو بيك دخلك رح تقلب بالارض هلا رح تقلب بالارض روح رح تقلب بالارض وين هي اخته وين هو يا عمي بالمستشفى عيطوله لواحد من فوق ومتى نرقص يا صبي تعينا نرقص يا صبي صوتك حلو ليه ما بتروحي على التلفزيون بكره يلا بروح انا وياك انا باخذك يلا على الام تي في على الام تي في على البروجرام رحت عليك ايه بعمل دروبه كاميرا خفيه ايه عم بقول ما شفتك انا بالام تي في ايه يا عذرا انا اول ما شفتك يا عم طب وين رحت اختك تخيلك ما في خنديله اعصابي طيب اعصابك متوتره عود هان عود هان اعصابي تخيل روح 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 خي برتاح والله حدا غني عم غني بخي برتاح عم بتروق أعصابي دخيلة ديك لك عمالك خد هاي خدك بقلك هاي بدي تغني لي شوف إذا صوتك حلو بس هلا بالعربية كذا غني لك بالعربية إذا صوتك حلو ناخدك على التلفزيون بتطلع بتصير تغني بالتلفزيون على الكاميرا الخفية البروغرام راحت عليك على الام تي في جوزي كمل الحقله قلبي قبل المقله ايه شو بعد؟ عملنا سلطه؟ ايه رحتي مع مين؟ قلت لك يا مين؟ ابدا ابدا عن جد غني عم تغنيه وحده دخيلك وخلص بس غنيه وحده قبل ما انا اقول هي انا اقول واحد لا لا عم تجيبها بس مسكرين عليا بيكونوا تخيلك انت ماما غلي غلي مشيك مشيك يلا يلا يا صبية يلا غني طب تروح لك مشوار قلت لها يا ريت طب بس تروحي على التلفزيون فيه روح معك ارقص ايه خلص ايه ببروجرام الكاميرا الخفية خلص راحت عليك راحت عليك انت ليه؟ لأنه عم نصورك على التلفزيون وين عم صورك؟ كاميرا خفية، بروجرام رحت عليك على الام تي في في كاميرا هون بروجرام في كاميرا فوق بأول طابق شفتيها؟ والله؟ عم نمزح معك كنا ما بدك تروح معي ما زال صوتك حلو على التلفزيون لوين؟ على التلفزيون عود هون أنت على الكاميرا الخفية ولك يا عمي عود تنزل البصل بجسمك ما بينزل على الواقف؟ لا طب عم ليه ما بتروح معي على الكاميرا الخفية على التلفزيون؟ شو ما عندك حدا هيدا عم؟ هدي هيدا تروح عيد طب ليه ما بتروح هدي معي هدي. طب انت اذا بتروح معي على الكاميرا الخفيه هدي هدي البروجرام رحت عليك على الام تي في بتطلع بتطلع عم هيدا التلفزيون عم نصورك على التلفزيون هاي الكاميرا الخفيه كنا عم نسمعك شفت وين الكاميرا فوق محطة إعلانية صغيرة قبل ما نتابع سوا رحت عليك مع مقلب كثير محطوط من المقالب اللي سبق وشفناه هون تعالوا نتذكر سوا لما ميشيل كان على العكازات ويجي شخص من قبلنا زميلنا يعني ويلبط له اياه هون لميشيل قدام العالم وكلهم يصيروا بدهم يدافعوا عنه ويتعاونوا معه ويساعدوا
لا انا بدي اروح انزل عند بتيسري بدي اشتري وحده يعني هل بدك بوب شو بلا نظر ما بتشوف يا انسان بلا نظر ايه لبطل الميزون فليه ماشي حابب عم بحكي على التليفون طيب ولو ما بتشوف مصر مين؟ انا وقعت مين؟ هو اللي وقع هذا من هالميله ما انت واقف هون من هالميله انا شلتك انا هلا كنت عم تحكي معي عم تسالني على لك كنت عم بسالك عن ضيع هو اللي لبطني وانا عم بسالك فكرت انا عم بساله له انت اللي لبط لانه شفتك واقف لا دخل انا شلتك انت قاعد بقول انا ما بقول صفيت السياره هذيك الميله عرفت كيف انا وصفيتها الله اشتري قسمص المروحه انا من جوا معقوله هيدا شو ما بتقشع معقولة؟ شد لي فيها يا مو معروف بس لأنه هاي إيدي ما فيها. معقولة هيدا؟ في عالم هيك؟ وين سيادتك؟ سيادتك وين؟ شو بك يا إنسان ولو معقولة؟ ما عم نحكي مع الزلمة. شو بك دفشني كنت قلبتني؟ ما دقيت فيي؟ مين دق فيي؟ حضرتك دفشتني؟ لا والله ما دفشتك. طب ولو معقولة استاذ عم بسألك يا صاحبي الله ما عليه إذا ما بدك تسألني يا صاحبي الله استاذ إذا ما بدك تساعدني ما عليه ما عليه استاذ إذا ما بدك تساعدني ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه إذا ما تساعدني لا خلص قل لي ممنونك أنا عفوا لا حق علي سألتك أنا كان لازم أسألك يا صاحبي تكره من وسط السيارة ما عليه استاذ لا أنا معي سيارتي بس ثاني مرة ما عليه عم بسألك بتهذيب انا تصرفت معك بطريقه غلط حتى تدفشني لا والله هو ما هو قال لي طب شو الزلمه طب كذاب هو يعني كذاب الزلمه طيب انا بكذب يعني لا انت مش شكلك بس حضرتك دفشتني ما كان لازم تدفشني مالي 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 هو صاحبي دوي يا حو يا حو يا حو دوي شو بك يا عمي شو بك شفته انا شو بك عم تضرب فيي عم تدفشني انت دفشتني انت دفشتني خلص ولا انت دفشتني ودفش شفت كيف لقطت لك اياه مين دفش هلا هلا انا واقف هون انا شفتك انت دفشت لك يا صاحبي من ورا بدفش اي انا جاي من بيت هو تصرف لا انا لك انا كيف بدي ادفش من ورا يا صاحبي وعي ما بيصير تصرف لا خلي لك يا صاحبي انا كيف بدي ادفش من ورا خلص ممنونك علي سالتك ما قرأ انه زلمة ربك قال له انت شو بكون ولا بدنا تكون سوا علي لازم عليه انه اذا بتشوفني انا مجفصن لك يا صاحبي من ورا مين ضرب حنا صاير معي سداب رقبتي تجي تدفشني حضرتك ما عليه ما شايفه عطيله ما شايفه عطيله ليك مربط كلياته مين عطيله على المزرعه استاذ مين عطيله انا عطيله لا عمول معروف خي انا ما حكيت راح اضطرت على عقلتي ما علي انا ماني عطيله وما بتصور لك يا صاحبي هو عم بيحكي صحيح انه معطل حاليا بس بعدين برجع قليل حياة صحيح مدام كنت واقفة وراي حضرتك لك هلأ جيت بعدني جاية من هونيك جاي لمك جوزة قليلة قليلة حيوان معقولة في ناس هيك قاعد مرة ضربته مرحبا مدام وحياتك منين بيروح على كورنيش ال هو هيك بلطح يعني عم إذا بدي لا لأنه مضطر بدي أخذ الأغراض شو بك شو ما بتقشع؟ قال انت اللي وقعتني انا شفتك وقت جيت منيك ركض عن شغلك شفت شو كلب؟ هو اللي وقعني او حضرتك؟ انا من هنيك جيت ركض لعندك بس كنت واقف وراي حضرتك جيت شلتك مالي تاني مرة عم انتبه مالي؟ لا والله لا بلا والله عملت خير طلع شوي وحياة نظري عملت معك خير انا خير؟ هو اللي وقعك ما تقول لي هيك انا عملت معك يعني شلتك من الارض بس هداك اللي وقعك لانه اسمي ميشيل مش خير يا كتفي
بشرفك ما تمسكني على كتفي عمول معروف. شو هو هذا؟ مهبيلة هذا، ما بعرف شو به. معقولة؟ علي؟ ايه بس امسكني مش على كتفي عمول معروف، على شو اسمه؟ لا لا تحت تحت شوي على ما في على امسكني من تحت يعني مشان ما تهدد بظهري ولا برقبتي. بس عمول معروف مش على مش على كتفي عمول معروف تخيلوا. ما في ما في لا من تحت من تحت عمول معروف من تحت. لا لا بدك توقف هيك زي بوجه الكاميرا. لا هيك من هون ايد ثاني عمول معروف حتى ما يجي تقلع فرد ايد وانت مسكني ب لا لا مش بكتفي ب لحظة لحظة عرفت وين بدك تمسكني؟ لا لا الشاطل هيدي يعني في مي ايه ليه؟ شاطل ليه؟ مشان ما يلقى تقلع ايدي. اوكي ميرسي كثير. كل لك ذوق مدام اشرفيه. منك من هون انت؟ منين؟ اه والله؟ نحن من الاشرفيه. بتعرف الاشرفيه وين؟ وين كاميرا الخفيه؟ البروجرام رحت عليك على الكليه هيدي. انت وين فوق الكاميرا عم نروح؟ لهون بيخلص لقاءنا لليوم على امل انه تكونوا قضيتوا معنا اوقات ممتعه ومسليه. بنرجع بنعطيكم موعد عن جديد الجمعه الجايه مع مقالب جديده من رحت عليك وباي. من المقالب اللي سبق وشفناها تعالوا نتذكر سوا لما زميلنا ميشيل قرر يتعلم على الرولرز وهو الهيئة بعمره مش مستعملة. يعني شو قال لجبره يطلع على الرولرز بين العالم على الطريق وما بيعرف؟ موتنا رعبي.
رح نتوقف هلا مع الاعلان ومن بعدها شوفوا شو ناطركم. من المقالب اللي سبق وشفناها تعالوا نتذكر سوا مقلب البوسات اللي بيطلع منها صوت صبي عم يبكي، لما يقربوا العالم بتطلع منها ايد ميشيل وبتنقذهم. شوفوا عليك. عم شوف انه بيبي بركي ما عم بيختني. كاميرا خفيه. شوف عليك كمان خفيف وكمان رحت عليك رحت عليك كمان خفيف على الـ MTV هاي كاميرا خفية راحت عليك هاي كاميرا خفية على الام تي في سيوم لا بي 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 الوقفة الثانية مع الإعلان من بعدها منتبه سوا راحت عليك خليكم معنا من المقالب اللي سبق وشفناهن تعالوا نتذكر سوا لما رجع هانيبال بين العالم على الطريق من جديد مثل كأنه الزمن رجع أو كأنه زميلنا ميشيل هربان من التاريخ أو من مسرحية تاريخية تعالوا نشوف سوا هالمقالب نحن بالطيار الهانيبالي كل اللي عم يرجعوا أمين جميل رجع كمال شتيلة رجع
وهلا عم بيطالبوا بالتيار العوني برجعة عون. نحن عم نطالب برجعة هاني بعل، هل بتدعم خطانا اما بتأيدنا اما لا؟ والله انا بحب كل واحد طلع من وطنه ويرجع لوطنه. اوكي، ونحن مع عودة لكان هاني بعل على على لبنان. كل الاوائل كل اللي كان. طيب وبالنسبة لاليسا ماركة قرطاج كمان بتأيدها؟ مين هيدي اليسا ماركة قرطاج؟ هيدي كانت كثير صاحبة، يعني ما بدي اقول لك انه انه سمعون عنا بالتاريخ بس ما ايه بعرف. نحن منطالب بعودتها كمان لانه كثير تمام هي وهاني بعل. كل واحد هيدا من طالب بعودته. لكن انت معنا عم؟ مع. هلا انت مع او ضد عوده هاني بعل؟ لا، اذا من مليون سنه مع المليون سنه. انا اسمي ادم، بتعرف ليه؟ ادم بتعرف لانه ادمي؟ لا، لانه ابو قديم. البشر، ابو البشر شايب قديم. ايه حبيبي، سلم على حوا. مدام معك سلولار؟ بدي تلفن لأليسا، ظهرت تعمل كليب مع راغب علامه ملكة كارتاج وما كانت ترجع. ميرسي يا عزبور، ميرسي كثير. حول الي؟ لمين؟ مش انت أليسا ملكة كارتاج؟ كيف؟ معقول الشبه؟ مدام؟ بدي اسألك سؤال بس. في مجال اسألك سؤال صغير؟ حضرتك مع عودة كل المغتربين على البلد؟ نحن من الطيار الهانيبالي. ايه. مع عودة هانيبال؟ مثل عودة كمال شتيلة. قرطاج حضرتكم مع عودة هانيبال على البلد او لا؟ بدون سبيك عربي سوري. اوكي. وينه؟ صار لي ساعتين هون. شو؟ مش توفيق لبيعتك؟ خيروا شوي. مش توفيق اللي بعتك؟ لك مش انت جاي من قبل توفيق؟ لحظة شو بك؟ ايه؟ مش انت جاي تاخدني على كارتاج؟ على كارتاج؟ وين واصل؟ روما؟ شو؟ ليش عملت هيك؟ مضيق اليسا. نحن بدنا يرجع لعنا هاني بعل. واصل على قرطاج عم؟ قلعة جبال. شي حصن روماني قديم. بدي روح على الحصن. مدام حضرتكم مع عودة هاني بعل؟ بتعرف هي أحلى من الحصان. عم يهلكني الحصان، عم ينطع. ما سامع بالجحاف له؟ اليسا ملكة قرطاج. اليسا ملكة قرطاج. ما أنا بظهر معه. يا انا جاي امن له الطريق. حضرتك مع عودته او لا؟ بس طبعا مع عودته. اكيد. قد ايه بتبيطرها هي؟ كل قد ايه بتبيطرها؟ هي ولا شيء هيك. لا هيدي موديل الثانيه. نعم تمام، انا عندي الحصان تبعي عم بقطش، عارف كيف؟ انا بتغير له بوجيه. تعطيني بوجيتك؟ بوجيه ما معي بوجيه. انا بدي بوجيه حصان. بجيب لك بوجيه، بجيب لك بوجيتين بس بدي اعطيك. طيب بوجيه راسك؟ ولو هيك بتقول لي؟ انا بدعمك اذا بدهم يبنوا الاثار التراثيه يرجعوا. هلا على كل رومبوان في واحد منه واقف، وعلى كل شامبوان حاطين واحد كمان. الوقفة الأخيرة مع الأهلين منشوفها هلا قبل ما نتابع سوا مع رحت عليك. من المقالب اللي سبق وشفناها، تعالوا نتذكر كلنا سوا لما فريق رحت عليك جهز نوع من الحجار بيشبهوا كتير حجار العمار البيتون، بس هن بالحقيقة مصنوعين من الفلين الخفيف وصاروا يحطوهن على السيارات بشكل يخلي صاحب السيارة يهسر لما يشوف هالمشهد. شوفوا. يا روحت ايدي ليك؟ طب مدام منيح المكان البورشي، يعني ما عليه انه ان شاء الله تكون فوق السيارة تشيلون. ايه بس روحت ايدي يعني، ما هيدا حديد بوليش بوليش. معلش بس شيلون. مدام
الفالش خشن بيروح؟ يا حاج شيلهم. اه شيلهم. بس بدي ظبطهم هلا بشيلهم بس دقيقة. بس لاستحكم. انا مول معروف يعني. زيحهم زيحهم. عم نحكيك بالعربي الفصيح. زحلوا هن عن سيارة زيحهم هلا. زيحهم يعني حطهم؟ لا خليه شيلهم. شو بدك انت وياه؟ شيلهم. والله العظيم رواية هدي. شيلهم من هون خلص. قلت لك اطلعني هذيك الميلة انا كيف تجي؟ اعطيني اعطيني اول حجر. روح اتركوا اتركوا اتركوا. انا باخذهم وبرجع بحطهم هون. لك انا بحملهم. انا بحملهم. مالي شو فيها بس دقيقة وقت ما قصوا ايدي مجبور فيك انا بالسيارة بالهلا وقتها خي انا قلت لك انا قلت له استاذ انا طلعوا على المكتب اتركهم انت لحظة ما تكون عم تعملوا في شيء كاميرا خفية على ام تي في رحت عليك وين بربر طلع انت على المكتب فيه وطلع وانا برجع بلحق الاستاذ انا برجع انا برجع انت قبل اطلع فيهم على المكتب انا برجع بلحقك بال لحظه شيلهم عن السياره بجروح للبويا ما بقى في شيء ما بقى في يحملهم خي تحملهم اللي يكبهم ما 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 تخلى معقوله راسك على السياره على البويا شيلهم مش على السيارة بتروح البويا يا إلي شيلهم من هون شيلهم ما تزيحهم على البويا بتروح البويا بتروح البويا يا أخي شيلهم على السيارة لحظة لحظة عم 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 لحظة شوي أنا أنا بشل أنا بشله إياهم ما بعرف قال لي قال لا قال لي قال لي حطهم قال لي كبون هون شو كبون هون لك ما تحط على السياره شو بك قال لي قال لي كبون هون خيي ما عليه هلا بدي كبه بس لا 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 انا بروح للسياره ما عليه روحت ايدي ما عليه شيله لا شيله بس ثاني روحت ايدي بس ولو دقيقه ها شيله روحت ايدي راح اسمع دقيقه بقى شيلهم على السياره يا الي مش على السياره ما عليه بتجروح البويا ولو انت كمان بلا ذوق شو ديتان هي لك غير عربيه شيلهم عن بعد عملت لها عربيه تجي تحط لي شيلهم اوين عملتي لها بويا؟ اي نعم بس مش ضابطه مشحه عم يشحن عم شو هيدا انت كمان شيلهم عن السياره معقوله؟ اضربي بهيدا اضربي بهيدا هيدول فلين وهيدول باقيين شفتي وين الكاميرا حيي بس يعني هلا بطلع اذا بقى الكاميرا بقى ايه لك لا يا الي مش على السياره لك مش على السياره لك ما تزيحهم بيجا معقوله على السياره حطيته جروحت السياره معقوله شو هالشغله بعدين مدام مالها منيح مدام منيح المنا فراري يعني عشو هالقد خفتي ولو ما اصلا بدها بويا بدها بويا موديل 99 شيلها هلا مدهرتها من الجراج شو كان بها؟ كاميرا خفيفة هذا خفيف ما بيجرب هيدا كان كل شي بحلقة اليوم موعد جديد مع الضحك والتسلية منعطيكم اياه من هلأ ما تنسوا تنطرونا بعد جمعة ودايما على الام تي في وباي